طبعا شكرا على التعليقات الحلوة اللي انتوا عملتوها. ودلوقتي انا هنفعل اسأل قبل حاجة عشان ما اظلمش حد. السحب هيبقى على بطريق، ولو 45 هيبقى على القلب النيون. ماشي، فانا طيب بيركب. ماشي، هو بيركب. انا دلوقتي هحمل اللي اسمه ولو ايه ده، وصلنا 1000 فهنديكوا اللي هو الحيوان الريك ده. هحمل العجلة بتاعت الحظ عشان ما اظلمش. طبعا اهو، دي هي الناس اللي اشتركت في السحب. لا خلاص، يلا هشيل دي. يلا انت الولد. طبعا لو حد فاز يرد عليا. بطريق مش بيعمل حاجة، وبالتالي أو بطريقين يعني. لا، واحد هيكسب بطريق والتاني برضه هيكسب بطريق. والسحب بتاعي ما ينفعش. هنختار بقى من القائمة. هنشيلها من القائمة. ثانية، دي خلاص. ثانية نشيل. يلا انشاء ولد. دلوقتي انا هعمل لك ادد فريند. طيب دلوقتي انا هعمل اهو للشخصين اد فريند. اول واحده اسمها هنا، 4LLL، صح؟ اوكي. طبعا هبقى اوريك اسمي في اخر فيديو. عايزين الاشخاص دي تقبل. اوكي، وريني اللي بعدها. اللي بعدها ثانية. اوكي، جي اس في اس في مليني. ودي الفائزة الثانية. ثانية هعملها از فريند، هوريكوا اسمي عشان تقبلوني. ثانية، اهو ده هو اسمي. ارجوكوا ردوا في اسرع وقت عشان بكرة اللي فازوا بس. يعني ولو وصلنا يعني مثلا 50 60 كده هنعمل لكم سحب على المانكي. اوكي، ايوه. ولو وصلنا، بصوا خليكم في الفيديو بتاع السحب. اوكي، يلا انا مستنيكم تكتبولي في التعليقات انكم قابلتوا عشان ادخل انديكم الحيوانات. يلا، مع السلامة.